والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث، وتكون بإعطاء الغني جزءًا من ماله لمصارف الزكاة، مما يظهر شيئًا من محاسن الدين في التكافل الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة. ومن الأركان صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، مراتب الدين الأخرى، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.